السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة ASL TV. معكم أم نايمة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم وصفة واللي هي الشوكولا الإيطالي، كما نقولوش شوكولا أتارتيني. كاين عدة وصفات لهاد الشوكولا، وتاني نقدروا نستعملوها في الحلوى، كما نقدروا نستعملوها في الكيكات، كما نقدروا نحشيو بها لابريوش. اليوم راح ندير لكم وصفة من الوصفات العديدة اللي كاين. هذه هي اسهل وصفه وابنن وصفه. باش نديروا هاد الشوكولا يلزمنا الشوكولا خير النوع اللي تحبوه افراد العائله تاعك. عندي لهنايا مغرف تاع الزبده تكون معمره هايليك، عندي البسكوي لهنايا وشوكولا تانيك خيري تانيك النوعيه اللي يحبوه افراد العائله تاعك، وعندي كاس حليب نقص من نص صباع، وعندي لارونس ولا هنا تحبي ديري تاع البندق ولا تاع الجوز ولا تاع اللوز كيما تحبي ديريها. لو قولي حبوه افراد العائله تاعك ديريه. نبداو على بركه الله. بسم الله، قبل كل شيء لازمني لهنايا نكيل. عندي 150 غرام تاع الشوكولا، 150 غرام تاع الكاطو البسكوي والشوكولا، وعندي تانيك 150 غرام تاع الحليب. احكمي الحليب تاعك حطيه في كاسرونه وحطي معاه هذاك المغرف تاع الزبده وحطيهم حتى يغليو. اين فوا يغليو كملوا نزيدو لهم لاغوم اللي اخترتي نتيا. اين فوا يغلي الحليب تاعك ويكمل والزبده تدوبلك، احكمي لاغوم اللي قلت لك ديريه وحطي قسم مغرف صغيره، ومن بعد احكمي الشوكولا تاعك وزيديها. قلت لكم 150 غرام تاع الشوكولا، انا هنايا خديت كتر من 150. هاد الباكي فيه 100 غرام، انا هنا زدت كتر من نص باش ما نزيدش نسكافي. تقدري تزيدي لها لهنايا نسكافي، كيما تقدري تزيدي لها قهوه تاع براس قسم مغرف. بما اني راح نديرها لدراري مانيش حابه نزيد فيها القهوه. كيما راهو سخون هكذا حطي الشوكولا فيها وخليه يذوب. احكميها وخلطيها هكايا. الحليب راهو يغلي وغليناه بالعاني باش نعقمو هذاك الحليب. دوق هنا راح تذوب لي كامل، قاعدي تخلطي هكا حتى تذوب لك. دوكا نحكم الميكسور تاعي ونحط فيه هذيك الشوكولا اللي ذوبتها. مش عليه نقعدلو فيها شويه حبيبات باسكو راح نزيدو نميكسيوها. وحكمي دوكا البسكويت تاعك اللي راهو طارتيني بالشوكولا وزيدي حطيه، كسريه وحطيه لداخل هكذا. انا جاوني قيس 6 حبات هكذاك. تقدري ديري بسكوي وشوكولا تانيك، تقدري ديري بسكوي نورمال، بصح هكدايا هذا البسكوي طارتيني وشوكولا يجي تانيك يعطي بنة كتر وكتر، خاطرش ما حاش ندير نسكافي، ما راحش ندير البندق، ما راحش ندير كامل هادوك المكسرات. هنا بعد ما تكملي الكاطو زيدي مغرف تاع الكاكاو من هذا النوع البني، انا نسيت ما ذكرتها لكمش في المقادير، وميكسي كل حاجه. هاليك شوكولا تاعي بعد ما ميكسيتها، هنا راهي مازالها سخونه. احكمي دوكا فاش رايحه تحطيها وخليها حتى تبرد كومبليتوم، ومن بعد نوريكم القوام تاعها. هاليك شوكولا تاعي بعد ما بردت، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. هاي لي كاني درتها ديجا في الخبز، قلت لكم تقدروا تغطينيو بها الخبز. هاو القوام تاعها، شوفوا كيفاش تجمد وتولي ما شاء الله، ولي كيما تاع برا اكزاكتومون. انا هنايا درتها في الخبز، كيما تقدروا ديروا بها الكيكات، كيما تقدروا تحشوا بها البريوش، كاين عده اشياء نقدروا نخدموا بها. والمواد اللي خدمنا بهم كامل تقدري توجديهم في المنزل عندك اقتصاديه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، الى عجبتكم ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني للقناه، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاقارب تاعكم، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.